ومعنا مشاهدينا أيضا للتحليل الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ كريم. أستاذ كريم أهلا وسهلا أهلا مع بك. حضرتك. طيب، يعني هذه القمة الثنائية بين الرئيسين المصري والجزائري تأتي قبيل القمة العربية المرتقبة في الجزائر، ومحللون يقولون إن الجزائر تبحث من خلال هذه الزيارة عن دعم القاهرة في الكثير من الملفات وإنجاح العمل العربي المشترك وبعثه من جديد. ما تحليلك وقراءتك؟ هو صحيح إلى حد كبير، لأن الجزائر والرئيس تبون يريدان أن تخرج القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الدولة الجزائرية بأكبر نجاح ممكن على صعيد الملفات الشائكة التي تعترض العمل العربي المشترك. هناك العديد من الملفات تشهدها القمة الثنائية التي تجمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في القاهرة. لا بد أن نشير أولا إلى أن الجزائر ومصر تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن مصر والجزائر كلاهما لا ينسان أبدا أواصر التعاون والمصير المشترك والكفاح المشترك الذي جمع البلدين على مدار العقود الماضية منذ الخمسينيات من القرن الماضي. كما لا ننسى أبدا أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية كانت للجزائر الشقيقة. صحيح. هناك بعد ذلك مجموعة من الملفات التي لابد أن تكون قيد البحث من وجهة نظري على مائدة هذه القمة الثنائية التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس الجزائري. أولها الملف الليبي، وهو ملف شائك وتعترضه عقبات عديدة نتيجة لوجود لاعبين خارجيين لا يريدون الخير للدولة الليبية، ورؤية مصر والجزائر متطابقة في هذا الملف، خاصة على صعيد خروج المرتزقة والقوات الخارجية من ليبيا وضمان وحدة الصف الليبي وعدم السماح بعودة الاحتراب والحرب الأهلية من جديد التي يستفيد منها أطراف إقليمية بتصدير السلاح إلى آخره، ونهب الثروات الليبية وتهديد دول الجوار التي هي مصر والجزائر وتونس. في هذا الملف لابد وأن تجري حلحلة موضوع الانتخابات الليبية، ويتم التأكيد على ضرورة المضي قدما في تعميق أواصر السلام وتوحيد الدولة الليبية التي أريد لها من قبل أطراف إقليمية أن تتمزق وأن تظل في أتون الحرب الأهلية. وبالتالي فإن تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة الليبية على كافة أراضيها على رأس الملفات المطروحة في القمة الثنائية المصرية الجزائرية. أيضا ما يتعلق بوجود المرتزقة الأجانب والفصائل المتطرفة والمسلحين في ليبيا وتأثيرهم على الأمن العربي، الأمن المصري والأمن الجزائري والأمن التونسي، الأمن في شمال إفريقيا عموما، ومصر لديها رؤية واضحة. إذن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي على هذه المداخلة من حضرتك.